يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا الأسبوعي محراب موصلي. أقف اليوم في مسجد مبارك. هذا المسجد والجامع هو جامع المتوكل على الله تعالى في هذه المنطقة المباركة التي تسمى حي الشرطة. جامع المتوكل على الله تعالى ابتدأ العمل به سنة 1984 ما شاء الله، وافتتح سنة 1987. نعم. تعاقب كثير من الخطباء على وظيفة الإمام والخطابة في هذا المسجد، أذكر منهم فضيلة شيخنا المربي الكبير الشيخ الدكتور محمد عبد الله الثابت الحيالي، ما شاء الله، خطب في سنة 89 كان يخطب في هذا الجامع. يسع تقريبا بين 250 إلى 300 شخص، ما شاء الله. كذلك في المسجد هناك كان سابقا قاعة للمناسبات، لكن لحاجة المسجد إلى مصلى نساء تم تحويل هذه القاعة إلى مصلى للنساء. كذلك في المسجد هناك مكتبة صغيرة. المسجد مدرسة للتزكية وتعليم الناس الأناء والحلم.